السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام معنا في ساعة جديدة مباشرة من برنامج صوتكم، نسلط فيها الضوء على أبرز المستجدات الأمنية والسياسية في العراق والمنطقة. نبدأ معكم بعد الفاصل. إرادتنا السياسية إرادة قوية، ما نسمح أنه تروح يعني عملياتنا السياسية أدراج الرياح، ما نسمح إطلاقا. لا يوجد إصلاح على الإطلاق بدون تغيير الأحزاب الكل وانتخابات جديدة حقيقية ومفوضية انتخابات حقيقية. بالنسبة للانتخابات القادمة أنا ما شارك بها، لأن هاي الانتخابات لا تقدم ولا تأخر، وسويت لنا الانتخابات السابقه حتى تسوي لنا هاي الانتخابات، فماكو فايده من هذه الانتخابات. ما نسمح اطلاقا ولا يمكن، لو نجيب الناس بالقوه ونقعدهم ها هم نسوي. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، دائما نذكر أن أرقام هواتف القناة مهيئة لاستقبال مشاركاتكم الهاتفية، كذلك يمكنكم التواصل معنا من خلال خدمة الواتساب، حيث سأقرأ الرسائل المكتوبة تباعا، وأعتذر عن استقبال الرسائل الصوتية من خلال الواتساب. مشاهدينا، نتحدث عن مؤتمر إعادة إعمار العراق المنعقد في الكويت، والذي تحدثت عنه صحيفة نيويورك تايمز وقالت أنه يتجه إلى الفشل. بحسب الصحيفة أنه العراق طلب من الدول والشركات التي حضرت المؤتمر مبلغ 88 مليار دولار لإعادة إعمار المدن التي دمرتها العمليات العسكرية، في حين بالكاد سيحصل على 4 مليار دولار. وأشارت الصحيفة إلى أن فشل المؤتمر في تحقيق أهدافه يعد ضربة مهينة لحكومة العبادي التي لا يمكن أن تتحمل جزء بسيط من تكلفة إعادة الإعمار. طبعا حكومة العبادي تدعي أنها تطالب بهذه المبالغ لإعادة إعمار المدن التي دمرت نتيجة العمليات العسكرية، لكن هناك يعني قوائم مسربة تظهر أنه حكومة العبادي قدمت مشروعات كثيرة في مدن في بغداد ومدن جنوب العراق، وكانت الأولوية لهذه المدن كمدينة كربلاء على سبيل المثال، والتي لم تشهد أي عمليات عسكرية ولم تدمر مثل ما دمرت بقية المدن كالموصل ومحافظة صلاح الدين والأنبار. وزير الخارجية الأمريكي تحدث أنه انتهاء العمليات العسكرية الرئيسية ضد تنظيم الدولة لا يعني هزيمة التنظيم أو القضاء عليه كليا في العراق وسوريا، وأكد أنه التحالف نجح بنسبة كبيرة بالحرب ضد التنظيم، لكن هذا التنظيم لا يزال يشكل تهديد مباشر للمنطقة والمجتمع الدولي. طبعا نشاهد المقتطف ونعلق أيضا عليه وعلى مقتطفات أخرى سنعرضها. إن انتهاء العمليات القتالية ضد تنظيم داعش لا تعني أننا قد دحرنا التنظيم بالكامل، لا يزال داعش يشكل خطرا على المنطقة وعلى مناطق أخرى، وإذا لم نستمر في جهودنا في مكافحة التنظيم فسوف نخاطر باحتمالية عودة مسلحي إلى المناطق المحررة في كل من العراق وسوريا، كما من المحتمل أن ينتشر التنظيم في أماكن ومناطق أخرى من العالم. على جميع الدول المشاركة بالتحالف الاستمرار في جهودها من أجل دحر والقضاء على تنظيم داعش نهائيا. حيدر العبادي أيضا تحدث في المؤتمر، ذكر أنه استلم الحكومة في العراق والخزينة فارغة، وثمن الانتصار على تنظيم الدولة كان باهظا، حيث أدى إلى تدمير البنية التحتية العراقية على نحو لم يسبق له مثيل في تاريخ العراق أو المنطقة على مدى عقود
من الزمن، وهو اعتراف يعني أدان نفسه به، لأن هو قائد القائد العام للقوات المسلحة، وهو رئيس الوزراء الحالي، وهو يعترف أنه البنية التحتية والدمار الذي لحق بهذه المدن لم يسبق له مثيل في تاريخ العراق أو المنطقة على مدى عقود من الزمن. نشاهد المقتطف. ذلك هذا التدمير تحدي مالي خطير اللي هو عانت به أكثر الدول النفطية، وهو الانخفاض الكبير في أسعار النفط إلى مستويات متدنية، على الرغم من الحاجة المتزايدة للإنفاق على إدامة المعركة مع الإرهاب وضد الإرهاب. لكننا عقدنا العزم بالرغم من عدم وجود احتياطي حكومي مالي كبير في العراق، أو عدم وجود احتياطي مالي أساساً للعراق، وتحدي هذه الأزمة المالية ومحاربة الفساد والبيروقراطية، التي للأسف الفساد يختبئ خلف البيروقراطية وخلف عدم الشفافية والغموض، يقتضي منا إيلاء ذلك أولوية قصوى بدعم من المجتمع الدولي كي يعود أهلنا النازحين أو النازحون إليها ويعم الاستقرار في العراق ونمنع عودة أي جماعات إرهابية أخرى. إذا أبدأ باستقبال المشاركات الهاتفية. معي الأخ أبو عمر من السليمانية، تفضل أخي أبو عمر. السلام عليكم أستاذ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله. والله أستاذ مصطفى بصراحة أنا فرحت، يعني مو شو مثلا عندي فرحة، أنه مؤتمر الاستثمار وليس المانحين أنه فشل، كان نيتهم على أساس يضحكون على العالم. طبعا أنا سمعت أن واحد المسؤولين قال عنهم، قال هذول صراخ ماهرين. بصراحة أنا ذكرت بعد معلومات زين، صراخ ماهرين يعني تتوقعون أنتم تجون تضحكون على الدول اللي جابتكم وخلتكم على رأس السلطة بالعراق، ها؟ وتجون تضحكون عليهم؟ هاي ولكم ما صايرة، يا قهوة يا كازينو صايرة هاي على ما تضحكون على العالم، ولكم أنتم ساقين أكثر من 100 مليار دولار، لحد الآن ما قدرتوا ترجعون شيء. مساومات سويتوها ويا هذا ويا ذاك، وهاي كلها بالكذب. الخزينه خاويه، شلون تستلم الخزينه خاويه؟ طلع يقول والله نوري معين 50,000 واحد فضائيين. والله استاذ مصطفى هاي المعلومه راح اعطيك اياها، احد الضباط الكبار باداره المناطق يقول حلف يمين بالله العظيم، هو صاحبي اعرفه، يقول والله العظيم اكثر من 225 الى 45,000 كان وهمي فضائي موجودين بالجيش، هذا بس بالجيش على اساس زين. الشرطه ايش قد الاتحاديه؟ زين هاي الميليشيات الطائفيه ايش قد صارت؟ زين الموظفين، هاي الموظفين الوهميين، هاي المليارات اللي انسرقت لهذا المسؤول اللي قال عنهم صراخ ماهرين من خلال هاي الافعال اللي قاموا بها. زين انت المؤتمر الاستثمار على اساس يجيبك 88 90 مليار، ما هو 88 العلاق العلاس هذا، هذا علاس يعلس يقول احنا محتاجين 100 مليار، 4 مليارات اعطوكم اياها وقروض، لازم تكون هناك شروط، امير الكويت حولها الى صندوق التنميه الاقتصاديه بالكويت زين، وحول 100 مليار اخرى مثل استثمارات، هو قالها الرجال، قالوا البقية تبقى على الشعب الكويت، هاي المنظمات الخيرية وما منظمات الخيرية، فما أدري يا شعب الكويت تذكروا ب 91 وانطفوا الجماعة من الجنوب وسرقوا الأول والتالي. نعم، خلينا نركز بموضوعنا أخي أبو عمر، دع ما حصل في الكويت في 91 أرجوك، خلينا نركز على همنا الحالي. الآن حكومة العبادي بحسب صحيفة نيويورك تايمز حصلت بالكاد على 4 مليارات دولار، وهو يعني رقم يمثل 5% من الرقم الذي كانت تطمح بالحصول عليه. هذه الأموال تعتقد سيجني الشعب العراقي أي مكسب منها؟ هل سنشهد أي إعادة إعمار؟ هل سنشهد أي تنمية، أي نوع من الازدهار؟ والله استاذ مصطفى اجلكم الله، الا الغبي يتوقع اكو استثمار بالعراق، حتى هاي ال 4 مليارات ما راح توصل. قلت لك بالله
اذا وصلت لكم حق قولوا ابو عمر كذاب طلع من السليماني، من يعطيهم يا يخلي بيديهم؟ هذا يقول لك انا اذا استثمرها اجيب شركات توفر لي العمل والامان اول مره. زين انت هذه الشركات من تجي تشتغل وهاي الميليشيات الطائفيه والجيش الطائفي والشرطه الطائفيه جواعه، هذول يسرقون مال الله وعباده، هذول زين هذا العمال منو راح يخطفهم؟ منو راح يقتلهم؟ منو راح يسرق مال هاي الشركات المهندسين المقيمين؟ هذول عم يجون استاذ. وانا احيي المملكه العربيه السعوديه انه ما قدمت اي شيء، احيي خادم الحرمين الشريفين، عرف ذول شنو؟ ذول شنو معدنهم واصلهم؟ خلي امكم ايران هاي اللي تدافعون عنها فرقكم وامواتكم، خلي شو ما تبرعت؟ ليش تعطي مليارات للميليشيات الطائفيه بالعراق وبالشام وبلبنان وباليمن تصرف؟ ما صرفت عليكم دولار واحد. ليش ما تدافع؟ ليش ما تقولون لايران؟ ليش ما تقولون لايران روحوا على ايران هاي امكم اللي تدافعون عنها؟ زين؟ نعم. خل تدفع لكم دولار واحد، والله ما تشوفون دينار واحد، وراح الغضب من الله جاي عليكم كلكم. اذا كل واحد حمل السلاح ودافع عنكم وما زال يدافع عنكم، وانتم كلكم راح تنهزمون، والعطش قادم، عطش الحسين راح يطلع من عيونكم والله. طيب. والله عطش الحسين اللي شلتوا رايات وقتلت بيها المسلمين بحجه عطش الحسين، زارات العباس وما ادري من هو، هاي كلها راح تطلع من خشومكم. المياه بدات تنحصر في الجنوب وراح تتقدم المياه، ونهر دجله اصبح صفر بصفر، اقول لك يا استاذ مصطفى صفر بصفر، اذا كان 80% هسه 95%. كل شيء الله وكيلك، لكن اليوم جتنا مطرب كردستان يشهد الله يا استاذ مصطفى، طولت يمكن 8 ساعات 10 ساعات متقطعه. نعم. يشهد الله خايف فقط لاجل الحيوانات على مود يطلع خضار وتاكل. جيل انت رحيلك الحرث والزرع والحيوانات كلها تستهلك، انتم مين هاي الناس تلدح من القرى والارياف والنواحي الى المدن يشرين تشرب المي، انتم مين راح تشربون المي؟ انتم راح تاثرون على مستوى المياه الموجود في هذه المدن والمحافظات. جيل انت المليارات هاي انت ما حتى التحليه ما تقدر تسوي، ولك البحرين واقعة بين جزيرتين، جزيرة واقعة بين مياه الخليج من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق ومن الغرب، هاي منين تجيب المي الحلو؟ غير عندها محطة تحلية، منتم لحد الآن محطة تحلية شيعتكم ما تسوون، ولك عوضك ذول السنة كفرة بالله، مو مشكلة، هاي حسب عقيدتكم، زين شيعتكم خطية، هاي وين العطش؟ وين العطش؟ شلون راح تعيشون؟ شلون راح تسوون؟ والله كل من يدفع دولار واحد صدق يقول لك راح يدخل الخزينه العراقيه دولار واحد استاذ مصطفى، هذا كذاب اجلكم الله وغبي. نعم. زين جاي يقول لي داعش، ولك تمثيليه داعش خلصت، ولك احكوا لهم الحقيقه، احكوا لهم الحقيقه، قولوا لهم يا حيدر، قولوا لهم داعش كانت تمثيليه. حيدر 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 العبادي بكلامه كان كانه يحاول انه يبتز المجتمع الدولي، لأنه دعا إلى تقديم المنح المالية لإعادة النازحين، وحذر من عودة التنظيم في حال تأخر إنجاز هذا الملف، وكأنه حيدر العبادي يقول للمجتمع الدولي ادفعوا وإلا ستظهر داعش من جديد. يعني راح يعيدوها من جديد على الرايات البيض والسود وغيرها، يريدون يعيدوها، لو تطلني لو أدخلوا مثل صاحب نوري سواها، من طلعهم من سجن ابو غريب قدام الوادي حوران. نعم. قاتلوا المعارضه السوريه وبعدين دخلوهم من البحات. طيب. خمس فرق عسكريه انهزمت من 300 واحد من داعش تنظيم الدوله. اخي ابو عمر. نعم، عذرا للمقاطعه، بالتاكيد اشكرك وضحت افكارك، فقط حتى افسح المجال لبقيه الاخوه المشتركين. شكرا للمشاركه. ابو يحيى من ديالى معنا ايضا. السلام عليكم اخ مصطفى. عليكم السلام ورحمه الله. سلامي على قناه رافد المخ العزيز. حياك الله يا مرحبا. اخ مصطفى هم لو عندهم غيره، الكويت سبب هجمان العراق هم الكويت، سبب هجمان العراق هم الكويت. الكراسيه الكويت الجواريد هذول ما يتذكرون الاراضي المادات العراق لا تشقال ويتحكوا هذول الكويت، هذا الكويت انا صار الكويت اجدد من الكويت الشجاره
بالله الله لا يرضى عليهم يجددون الفلوس ونحن نعطيهم الميران. نعم. تنتخب ارهاب ودارات. هاي الحكومه العراقيه هاي الحكومه من مئة الكراف ومئة كارت السادة اللي جابوا من امريكا وجابت من امريكا وجابت هم الكويت هم سبب اجمال العراق هم الكويت. سبب جبت هذول الحكومه الفاشلين هم الكويت. الكويت كلهم الكويت. يعني لو انا حددت من الكويت شنو؟ لك عمر المليارات تتكلمون من المكتب المليارات تعمر مو العراق تعمر دول 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 وين تبونها؟ وين تبونها؟ وين تبونها؟ وين تبونها؟ وين تبونها؟ وين وين؟ وين اللي تبونها؟ وين تعتمد على الارهاب؟ داعش وين تبونها؟ عن ايران والله عن ايران عن كل سبب وجود داعش واجمال المحافظات كلها والله هم والله ما شاك على السنه يبدون يوقعون السنه يدمرونهم يضعفونهم هم هاي هم الحكومه هاي هاي حكومه ايرانيه عمي ايرانيه والله ايرانيه والله لا يرضى عليهم سرطان بيهم سرطان بيهم اجيال بيوتهم والله لا يرضى عليهم بجاه نبينا محمد بجاه سيد المرسلين نعم والله وين عندنا العراق؟ انا عن العراق وقلتكم الشعب وين الشعب وين وين الشعب؟ الشعب والله يهزني يهزني إذا كان هذا مقولة بالكتاب مقولة على الشعب العراقي إذا جاء قرار وين القرار معكم؟ ما القرار ضروري؟ أنا جيت وقلت أخي أبو أنا ما كنت أعتبركم وين بنسميها الحكومة الفاشلة القدرة أبو يحيى أخي أشكرك بالتأكيد على المشاركة. كان هناك تصريح للعبادي أو كلام للعبادي خلال المؤتمر الكويت تحدث فيه أنه على المجتمع الدولي تقديم المنح المالية للنازحين. هو يستغل ملف النازحين بشكل واضح ويحذر من عودة تنظيم الدولة في حال تأخر هذا إنجاز هذا الملف. عدد من المتابعين والمراقبين رأوا بتصريح العبادي بأنه محاولة ابتزاز الدول حول إمكانية عودة التنظيم للمنطقة وعملية استغلال للنازحين واللي تتحمل حكومته وميليشياته الجزء الأكبر من معاناتهم. نشاهد هذا المقتطف. يقتضي منا إيلاء ذلك أولوية قصوى بدعم من المجتمع الدولي كي يعود أهلنا النازحين أو النازحون إليها ويعم الاستقرار في العراق ونمنع عودة أي جماعات إرهابية أخرى. إذن معي مشاركة أيضا من الأخ أبو أيمن من عمان. تفضل أخي أبو أيمن. مصطفى تحياتي لك ولكل الطيبين في العراق وفي العالم كلياته. حياك الله يا مرحبا سيدي. عرقوب يروح فدوة لكل دول العالم. وعود الممولين لأصحاب المزرعة الخضراء هي حقيقة لسه عرقوب وعود لسه أفضل من عفودهم. فمش راح يعطوهم ولا فلس. وإذا أعطوهم بعطوهم مليار دولار مشان تمويل الانتخابات. غير هيك لا. سيد الكريم بتعرف قصة الحمار الرجل؟ طيب. حمار رجل سيدي هذا حمار ب36 كان دلوه على الطريق حتى ينزل لفلسطين لأنه كانت قوات البريطانية مانعة أي إنسان ينزل على فلسطين. فهذا الحمار كانوا يحملوه أسلحة ويدزوها لأهل فلسطين. حقيقة الأيام هاي بقول إنه هذاك الحمار أرجل من كثير من الناس أرجل من كثير من الناس وأنا منهم لأنه مش قادر أودي ولا إشي لأهل فلسطين. طيب طبعا لأنه أنا ممنوع أودي أي شيء ولم يصل أي شيء لأنه في حماية حدود فلسطين. ما علاقة ذلك بموضوع الحلقة أخي أبو أيمن؟ فقط حتى يعني نركز أفكارنا. موضوع الحلقة قلت لك إياه بس هاي كانت إضافة. إنه مستحيل يوصل للعراق. إذا بده يوصل بوصل لهم فقط مليار دولار لتمويل الحملات الانتخابية. غير هيك ما راح يقبضوا شيء من دول العالم. مع جزيل شكري وتقديري إلى كل القناة ولكل الطيبين والشرفاء في العالم. حياك الله أخي أبو أيمن. شكرا شكرا للمشاركة. الأخ أبو طارق من دهوك معنا أيضا. تفضل أخي أبو طارق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
شلونك؟ انا حياك الله وحيا الله الرافدين. الله يحييك ويسلمك يا رب. صوت الحق. الله يخليكم اخوي العزيز. هذا بالنسبه للمؤتمر، طبعا هذا مؤتمر فاسد، هذا مؤتمر اصلا ما له اي قيمه. اللي يبني العراق ويعمر العراق هم اهل العراق، زين؟ نعم. وهذا كله كذب طبعا، هذا كله كذب. راح يجون، اذا جو هذول الشركات مال هذول الاجانب وهذول مثل ما يقولون الكذب، هذا التضليل الاعلامي اللي يطلع، فراح يجون هذول الشركات، يجون اجانب. في وقتها قبل 2005 كان، ما اعرف 2007، من سووا مؤتمر هم هيك باستراليا، كان في وقت هم سووا هيك تبصيم اعلامي وراح نعمر العراق وراح كل شيء. ما سووا لما جت الشركات الاجنبيه جو، ومن هنا خطفوا واحد اجنبي ذبحوه، طلعوا له السي دي ماله، الشركات كلها اتفالتها، الثانيين نفسهم يكذبوا به، زين؟ وهذول ميشي راح يحصلون لهم كم فلس على المدى دعايه انتخابيه. العالم ما حد ما راح ينتخبهم، لان العالم ماكو حسنه، فالعراقيين عرفوا هذول كذبهم، عرفوا كلهم حراميه، كلهم فاسدين من الوريد الى الوريد، ودمروا العراق. هسه نحن مو الناهيه، نحن دول كلها منتهيه، صرنا دول قاع، يعني اشبه يعني بالتصفيق. العراق يعني الى كم سنه راح يتعمر؟ الى كم؟ والله العظيم من هنا 50 سنه. لو العراق مثل هاي الدول، مثل الكويت، البارحه من يطلعون ماكو، هاي كله كهرب ما ينقطع. هذا ابسط مثال، ها ابسط مثال. في راس السنه اللي فاتت، مو هذه اللي فاتت، فندق بالامارات اشتعل الغرفه، هاي اللي كان تشتعل الغرفه اليمها ما كان رايح الكهرب مالته، ها يعني هيجي كان، ها. فهذول ايش راح يعمرون العراق؟ من هنا 50 سنه خلي هم ينطون فلوس للشعب، ينطون حصه النفط للشعب، لكل واحد حصه مال نفط، ما حصه مال نفط على هويته، يطلع بالبنك ياخذ 35 ورقه، يعني ما يقارب 3500 دولار او 4000 دولار، ليش ما ينطون للشعب؟ نحن نعمر العراق، ليش شو اسمه، ليش تشيل من نيات هذول؟ ليش هم هذول شنو؟ يعني هذول يعني احنا العراقيين ما عندنا خبراء، احنا ما عندنا عماله، ايش هذول هم شنو هذول؟ يعني هذول اذا يجون يعني يعمرون العراق، والله العظيم كله كذب. يجون يخلون كومبيالات على العراق، زين؟ ويخلون شو اسمه الويه تحميهم، والله العظيم وراح ينهزمون، مثل هذه الشركات الباقيه اللي باقت فلوس العراق وطلعت. وهم السياسيين نفسهم هذول صاروا وزراء، كم وزير لي حد الان مهزوم طالع خارج البلد وباخذ كومه مليارات وياه، زين؟ يعني انت في تصورك ان احنا العراق راح ننتخب هذول الفاسدين؟ اي والله كذا. ما حد اللي يروح الانتخابات هذا همين يعني اكبر زوج، خليه يجي من حيش السامعين، بس الزوج اللي يروح الانتخابات. لانه حتى هذول يطلعون دعايات هاي الحملات الانتخابيه، حتى بس العالم ماكو تزوير، كله كذب. يعني هسه اذا واحد ماكوش اذا يروح يسجل يعني يروح ينتخب، ماكوش لو حتى ما ينتخب كله حد يجي يشخبط على الورقه، هاي الورقه روح هذه. هم حاضرين صناديق لك كل حزب هلقد اصوات، وكل حزب هم بيناتهم كلهم شركاء، حتى حمله انتخابيه وما اعرف شو، كله كلاوات، هذا كله كلاوات. ما حد ما يسوي شيء، والله العظيم كله كذب. زين اخويا، فاني اشكركم واشكر وحيا الله قناه الرافدين. حياك الله اخي ابو طارق، نشكر اتصالك ومشاركتك. مشاهدينا نذهب الى فاصل قصير ونعود لاكمال الحلقه. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من طاولة الحوار، والتي سنتحدث فيها مسألة
أهلا بكم مجددا مشاهدينا. أحد الأخوة يتواصل معنا عبر الواتساب كتب: قبل قليل أعلنت الكويت تبرعها بملياري دولار، مليار على شكل قروض والآخر على شكل استثمارات مزعومة. القروض يعني ديون فوق الديون التي تكبل أجيال العراق لسنوات عديدة مقبلة، أما تبرعات الجمعيات الخيرية فكانت خجولة، فقط بضعة ملايين لا تكفي للشيء. كان هناك على وقع هذا المؤتمر يعني الناس في العراق، الشارع العراقي يتحدث بالتأكيد عن هذا المؤتمر وعن توقعاتهم حول نتائج هذا المؤتمر. النازحون وهم يعني المصطلح الأكثر ترددا ربما في هذا المؤتمر، حيث تستغل حكومة العبادي نازحون في مخيمات مدينة سامراء، أكدوا عدم ثقتهم بالجهات الحكومية الممثلة لهم والمشاركة في هذا المؤتمر، لا يثقون أنهم سيوصلون المساعدات الممنوحة لهم، ويتمنون أن تصل لهم هذه الأموال بالفعل لإنقاذهم من حالة الفقر والنزوح والتشرد التي يعانون منها منذ سنوات. نشاهد هذا المقتطف. هاي الفلوس المبالغ تصل بيد أمينة، بيد أمينة تصل للنازحين، مو تروح هيك يمنا يمنا، كل شيء مو محصلين مثل قبل. احنا شنو هالكسبنا من الاول لا نكسب هسا، كل شيء ما كاسبين. نريد الفلوس تصل بيد أمينة وتصل للنازحين. هاي الفاين حظها قاعدة بالهياكل بالخيم، عاشف عليها الفار وعاشف عليها الذبان وعاشف عليها البزازين وعاشف عليها كلاب. هذول شنو ذنبهم؟ قاعدة على المساعدات، الله بدالك على المساعدات قاعدة. اكو مساعدات تاكل وما اكو مساعدات ما تاكل. ونرحب بهيك مؤتمرات ودولية وتوقف إلى جانب النازح وتسلمه أمواله اللي عمر بها بيته اللي هو انحرم منه نتيجة العمليات الإرهابية اللي تفجر بها بيته وسكنه. فمدنا أن تكون هذا، صار إن إحنا 4 سنوات هنا، تجي مناح لحد الآن ما وصلتنا أي منحة دولية. فنقول بلكت من خلال هذا المؤتمر أن تكون الشغلة إيجابية وصادقة، بحيث وصلنا للمبلغ اللي ممكن أن تبني بيه بيت تلم بيه أطفالك، لأنه هنا إحنا تدمرنا أطفالنا، مرضى إحنا مرضى، كنا صارت بينا حالة نفسية وفقر، درجة الفقر هسه 90% اللي إحنا عايش. معي مشاركة من الأخ أبو ناصر من تركيا، تفضل أخي أبو ناصر. السلام عليكم أستاذ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لحضرتك أخي العزيز والقناة الرافدين. حياك الله يا مرحبا. أخي العزيز، المؤتمر يتجه إلى الفشل، هو اتجه للفشل وفشل، وهذا شيء تأكدنا من عنده وكنا متأكدين من عنده. نعم. هذا شيء أكيد. لأن ماكو دولة بكل العالم استقبل اللي يحكمون العراق. يعني تصور هم ينشرون تقارير يقولون خسائرنا 46 مليار. وبعدين وبعين صلفة وغباء مع احتراماتي لك وللمشاهدين وللقناة يطالبون ب 88 مليار و 200 مليون. نعم. يعني كان هناك من يطالب بأكثر، كان هناك من يطالب ب 100 مليار. رحم الله والديك. من المسؤولين، يعني الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق كان يحدد أو حدد كلفة الإعمار ب 100 مليار. رحم الله والديك أستاذ مصطفى. يعني تتصورون بأن الدول وخاصة اللي مشاركة بمؤتمر الكويت راح يصدقوكم؟ يعني بس نريد نفتهم هسه، نريد الشعب يفتهم شنو اللي صار بكربلاء حتى تدرجوها من ضمن المحافظات اللي تحتاج إلى مساعدة واستثمار. ليس فقط كربلاء أخي أبو ناصر، هناك 34 مشروع تم تقديمه لمحافظات جنوب العراق. ألف رحمة على أمك وأبوك. والديك. يعني والله يا شو إيران مستلمة هاي المحافظات الجنوبية ومحافظات الوسط وكل المحافظات مستلمتها وتركوا، يعني هم اساسا المسؤولين العراقيين وذول الفاسدين تركوا المحافظات المدمره. استاذ مصطفى، تقارير دوليه تقول كل يوم تدخل للعراق مليارين دولار من واردات النفط. هذا القمارق والطيران والضرائب كل هاي، يعني كان استحوا 143 فاسد وفاسق اللي حضروا المؤتمر. 4 مليارات بالكاد راح ينطوهم، يعني واردات يومين من النفط، من تصدير النفط. نعم. 4 مليارات يقدرون يقولون الواحد من هذول المعممين الفاسدين اللي هاي عمامتهم معسنة عشاك تبرع بيها، بس واحد يعني بس واحد يقولوا له.
تبرع بها لهذا المبلغ، لأنه أكثرهم يملك أكثر من هذا المبلغ، خاصة سياسيين برلمانيين من أمثال هذا الهالكي وابنه وبهاء الأعرجي وغيرهم. حيدر العبادي يبتز المجتمع الدولي على أي أساس إذا ما استعدون العراق راح تظهر داعش من جديد؟ يعني أنت جمدت داعش إلى أن يعطف عليك المجتمع الدولي؟ أقول الحمد لله والشكر الدول عرفتكم شنو أنتو، وبعدين شنو اللي قدمتوه للنازحين حتى تحجون باسم النازحين؟ نعم. طيب أخي أبو ناصر، أود سؤال حضرتك عن نقطة، أنه عدد من المؤسسات اللي تبرعت للمناطق المدمرة اشترطت أن يتم التعاقد مع شركات تعود لها حصرا لتنفيذ هذه المشاريع، تعتقد أنه هذه الخطوة قد تتحقق فعلا أم أن الحكومة والميليشيات في حال لم يعجبها هذا الأمر ببساطة ستتذرع بالوضع الأمني، عبوة هنا اختطاف هناك وستنتهي هذه الأمور وتسحب الشركات يدها من كل المشاريع؟ ما راح يسمحوا لهم أستاذ مصطفى، مستحيل يسمحوا لهم، لأنهم راح يستفادون منهم شيء. هاي الشركات اللي تيجي وتريد تعمر المحافظات المدمرة ما راح تنطي للحكومة شيء، هاي راح تشتغل لأجل المحافظات المدمرة، تعيد بناها، البنية التحتية، المي، الكهرباء، الخدمات البقية. زين هذول الفاسدين ايش راح يستفادون من عندهم أستاذ مصطفى؟ هم يردون يستفادون، هم ما لهم علاقة بالنازحين. النازحين لو هم صدق لهم علاقة، هو منو سبب اللي خلى 7 ملايين أكثر من 7 ملايين بالداخل وبالخارج ينزحون؟ غير هم السبب، هم والمعممين اللي موجودين، ماكو غيرهم، هم وميليشياتهم. ميليشياتهم منتشرة بكل العراق، خلت العالم تنزح وخلت العالم تهاجر وتترك البلد، وحتى كرهوا بلد حتى اسم العراق بسبب تصرفاتهم والقتل والتدمير، وما خلوا شيء ما سووه بالعراق يا أستاذ مصطفى. نعم. ما راح يسمحوا لهم نهائيا، ما يسمحوا لهم. يعني ربما وأنا هنا أبحث أو أنظر للنصف المليان من الكأس، يعني قضية مثلا الجمعيات الخيرية التي ستقدم مساعدات للنازحين أو تعين أهالي المدن المدمرة، ربما تخجل حكومة العبادي مثلا أمام الدول والمجتمع الدولي فتسمح لهذه الجمعيات بالفعل الوصول للنازحين، مثلا لا تعترض طريقها أو توفر لها الحماية اللازمة. تعتقد ممكن أنه يصل للنازحين شيء من هذه الأموال أو شيء من هذه المساعدات؟ مستحيل أستاذ مصطفى يوصل للنازحين شيء، وإحنا عشنا تجربة النزوح بمدينة بغداد وشفناهم وشفنا شلون دا يتصرفون. يعني أنا واحد من الناس اللي كنت موجود بمنطقة من مناطق بغداد اللي هي الأعظمية، كانوا ناس عندهم إمكانية يجون ينطون مبالغ يقولونهم يابا هاي وزعوها للنازحين. نعم. بالله العظيم من ضمن الجامع مال أبو حنيفة النعمان عليه السلام، من ضمن اللي يشتغلون بالجامع يقولون كل شخص من النازحين مسجل اسمه بضمن القوائم الموجودة بجامع أبو حنيفة توقع له 250 ألف دينار من ضمن هاي المساعدات اللي يجمعوها. طيب. ثق بالله العظيم يحطون بظرف 100 ألف دينار وينطون لكل نازح و 150 يأخذوها. هذا أنا شفته بعيني وكنت حاضر. منو كان يعني منو كان اللي يأخذها؟ اللي قائمين يعني جهات حكومية أم؟ والله ما أعرف. حزبية مثلاً. ليش أتهم واحد؟ يعني جماعة المعممين، جماعة النواب اللي كانوا يحضرون الجامعة أبو حنيفة. نعم. الحكومة ما أعرف منو اللي دا يأخذها. يعني هذا كمثال بسيط أضرب لك يا أستاذ مصطفى. هذا نعم. اللي دا يصير النازحين كل شيء ما راح يستفادون من الحكومة. لأن هم الحكومة هي سبب النازحين، هم ما يؤمنوا النزاح أستاذ مصطفى. أشو النزاح؟ بس السنة، هم شغلاتهم الأساسية يقول لك إحنا ما نريد السنة يبقون بالعراق. نعم. هذا التعليمات اللي تجيهم من إيران ومن معمميهم وخاصة هذا السيستاني وبقية. طيب. المعممين. نعم. هاي التعليمات اللي تجيهم. أخي أبو ناصر بالتأكيد أشكرك جزيل الشكر على المشاركة والتواصل. الأخ أبو أحمد من الرمادي معنا أيضا، تفضل أخي أبو أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ مصطفى شلونك؟ حياك الله يا مرحبا. والله احنا بالنسبة هم اللي دمرونا المعممين أهل الدين، يعني شلون باسم الدين بقول الحرامية؟ هم دول اللي دمروا الشعب. أنت إذا أنت معمم ورجل دين الزم الجامع والحسينية، وإذا أنت سياسي لب الإمامة مالتك وادخل بالسياسة. فهم دول اللي دمرونا المعممين. نعم. وبالنسبة للدوائر الدولة كلها في الجسد مصطفى،
كلها فاسده، دوائر الدوله كلها طشاوي، كل الدوائر. وهذول النازحين المساكين اللي لا حول ولا قوه، لا فلوس، لا عايشين على هاي المساعدات ما تخوط الحب. تدمرونا دمار بالكامل، يعني مسكين هذا الشعب العراقي. واني اناشد المجتمع الدولي، المجتمع الدولي ان يلغون الحدود بينه وبين ايران. وشكو ميليشيات تابعه لايران تطلع خارج البلد، والبلد ما محتاج. هاي الدول المانحه، البلد غني كان يعيش دول، دول جاي يعيش العراق. احنا ما محتاجين وعد خير من اول، عندنا نفط بلد النهرين، بس يريد حكومه وطنيه تلزم هذا الشعب. مو تجينا حكومه كل واحد شايل جنسيتين وثلاثه، او جاينا من 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 برا يحكم البلد، وجاي مو بعمال الشعب يطلع برا. روح شوف عندهم الفلل والامارات وعوائلهم شلون متنامه وعايشه، وهذا الشعب العراقي قام يدمي الشوارع، وهاي الناس اللي ذبحت، وهاي الجنوب اللي هسه ماتت من العطش. لا زراعه، لا صناعه، وقفوا لك المعامل. فأنا هاي الشعب العراقي المفروض كل الشعب العراقي ينتظر ضد هاي الاصابه اللي قاعده بالخضراء. نعم. أخي أبو أحمد أشكرك بالتأكيد. هناك أيضا في الموصل ناشطون من مدينة الموصل نظموا وقفة بعنوان صرخة الحدباء، طالبوا بإعادة إعمار الجانب الأيمن من المدينة، خصوصا أنه الدمار يهيمن على المشهد هناك، وحتى هذه اللحظة هناك جثث كثيرة لا زالت تحت الأنقاض بالرغم من مرور أشهر على إعلان العبادي إعادة السيطرة على المدينة بالكامل. نشاهد. كان نريد نوصل رسالة أن هاي الوقفة التضامنية نتمنى أن يكون الإعمار فعلي وليس شكلي مثل المؤتمرات السابقة. نتمنى من اللي مثلوا الموصل أن يمثلوها بضمير حي، ما يكون المؤتمر فقط لمنافع شخصية لهم. إن شاء الله إحنا كفرق تطوعية راح نبقى مستمرين بهذا تكاتفنا حتى نثبت للجميع أن المدينة راح تعود بشبابها وشاباتها. ما راح نسكت إذا في حال كان المؤتمر ما جاء بالشيء اللي إحنا نريده، ما راح نسكت. إحنا كفرق تطوعية كناشطين تعبنا من أجل إعادة المدينة بالجانب الأيسر، أريد نعيد الأيمن. طبعا ما راح نقدر إحنا بإمكانياتنا البسيطة، نتمنى الدول منظمات المجتمع الدولي والمدني أنه تساعد مدينة الموصل بالأخذ جانبها الأيمن. مطالبين بإعادة إعمار الجانب الأيمن المنكوب. نحن كشباب مدينة الموصل نطالب بالنظر إلى الجانب الأيمن ولا أهله. أهل الجانب الأيمن يعانون من الجوع، من الخوف، تحت الركام يعيشون في مدارس، في داخل الجوامع. في خضم ادعاءات مؤتمر الكويت وانعقاده من أجل إعمار المناطق المحررة والزوبعة الإعلامية التي حصل عليها مؤتمر الكويت، ويتفاجأ المواطن الموصلي وهو يترصد ويترقب ذلك المؤتمر بأربع مشاريع هزيلة لإعمار مدينة الموصل وأيمن الموصل. تكاليف السفر والإقامة للمشاركين بهذا المؤتمر كانت كفيلة بأن تغطي إعمار أيمن الموصل. هنا نناشد المجتمع الدولي، نناشد الجميع، صرخة الحدباء صرخة مشروع ثورة شبابية، ناشطين، شباب مجتمع مدني، شباب محليين، شيوخ عشائر، رجال دين، أهالي الموصل، قامات المدينة، تناشد المجتمع الدولي، تناشد الجميع إلى النظر إلى معاناة أيمن الموصل بما يعاني أيمن الموصل من معاناة. اليوم لا زالت هناك جثث، لا زالت هناك عوائل تحت. إذن مثل ما استمعنا لهذا الشاب، تكاليف السفر والإقامة لهذا المؤتمر كانت كفيلة بإعادة الإعمار في الموصل لو كانت هناك إرادة حقيقية وكان هناك صدق في هذا الموضوع. هناك مشاركة على الواتساب من الأخت بنت بغداد تقول الدول المانحة تعرف الأموال ستذهب إلى جيوب الفاسدين، تصريحات العبادي لاستجداء الأموال باسم النازحين، كان الأجدر به أن يحاسب من سرق الخزينة وهو يعرف من هم ويعترف أنه استلمها فارغة. هذا العراق بخيراته يستجدون باسمه المنح، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. الأخ مظهر الفلوجي يقول الشعب العراقي شبه أسرى بأيادي الظلام. اليوم بالكويت المؤتمر بخصوص الإعمار، يا ترى من الذي سيستلم هذه الأموال؟ بالتأكيد ستذهب إلى الفاسدين. معي مشاركة من الأخ أبو فيصل من السعودية، تفضل أخي أبو فيصل.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تحية لك يا مصطفى، تحية قناة الرافدين وكادر القناة، تحية المشاهدين والمتصلين. حياك الله يا مرحبا. الله يحفظك. سمعنا خطاب ما يسمى برئيس العراق هذا الفاسد، يهدد يقول لك يا الإرهاب يا تتبرعون لـ 100 مليار. المفروض ياخذون الطيح حظه حظه يستضيفوا. المفروض يطالبون بفلوس قطر اللي خذاها بطريقه من الناس جايين بطريقه نظاميه هذا الميليشياوي المجرم. ونحن مع التبرع للشعب العراقي لكن ليس عن طريق هذه الحكومه الفاسده. نعم. وتحيي لك وتحيي للشعب العراقي بكل طوائفه، كل الشعب العراقي الشريف. حياك الله، شكرا. شكرا جزيلا أخي أبو فيصل من السعودية. أحد الأخوة أيضا يشاركنا على الواتساب يقول مؤتمر المانحين في الكويت هو في الحقيقة مؤتمر البائعين للعراق، والحكومة العراقية تريد جزء من الأموال للمحافظات الجنوبية ليس من أجل إعمار هذه المحافظات بل لأجل شراء أصوات أبناء الجنوب للفوز بالانتخابات. لا يوجد إعمار على يد من دمر العراق بل هي استثمارات ودخول الشركات الأجنبية في العراق. قبل أن أستقبل مشاركة جديدة فقط أشير إلى أن البنك الدولي حدد المبالغ التي تحتاجها القطاعات المتضررة في العراق لإعادة تأهيلها من جديد، طبعا مبالغ كبيرة جدا. لا نعرف يعني الاحتلال عندما جاء عام 2003 ووعد العراقيين بالحرية والديمقراطية والازدهار وإلى آخره، أين مروجي الاحتلال عن هذه الأرقام؟ ممثل البنك الدولي تحدث أن قطاع الإسكان في العراق يحتاج إلى أكثر من 17 مليار دولار، قطاع التعليم بحاجة إلى 4.5 مليار، قطاع الصحة إلى أكثر من 4 مليار دولار، قطاع التجارة يحتاج إلى 10.6 مليار دولار، قطاع الطاقة والنفط والغاز يحتاج إلى أكثر من 16 مليار دولار. مع مشاركة من الأخ أبو ياسين من بغداد، تفضل أخي أبو ياسين. طيب فقدنا الاتصال للأسف. أحد الأخوة يشاركنا يقول السلام على قناة الشرف والقيم قناة الرافدين، ليعلم الجميع أن التظاهرات والاحتجاجات والرفض والتنديد هو ضياع للحقوق والوقت، الكفاح المسلح والتنسيق مع دول كانت سبب دمار العراق الحل الوحيد. أيضا أحد الأخوة الأخ ضياء من البصرة يقول لا نتوقع ممن خان البلاد وساهم في تدميرها من خلال حمله للسلاح أو نقل الإرهاب عبر مصالح لخدمة أسياده الفرس الذين من فكت مؤامراتهم على العراق وشعبه بأن ينضح وطنية ويحاول بناء البلاد، لأن كل ما عمله المرحوم صدام كان عين الحق في محاربته حزب الدعوة أو الذين على شاكلتهم لأنهم سراق وقتلة، وهذا ما تثبته الحقائق التي نعيشها اليوم والتي بانت بوضوحها. لعبوا بعواطف سذج الناس باستدراجهم عبر المذهبية الدينية ولم ينادوا باسم الانتماء الوطني. ألا لعنة الله عليهم وعلى من يسير بركبهم ويخدم إيران أو غيرها ممن يريدون إذلال العراق وشعبه. شكرا للأخ ضياء من البصرة على المشاركة. الأخ أبو ياسين عاود الاتصال بنا، تفضل أخي أبو ياسين. حياكي لك أخوي على قناة الرافدين. حياك الله يا مرحبا. أخي إذا البيت مهلك من أساسه إلى آخر طابوقه بي، فهذا البيت هم يحتاج لترميم لو تفليس الأساس. أخي فهذه الحكومات كل فترة يطلعوا واحد منهم حرامي، من وزير التجارة إلى العرجي إلى المالكي إلى والآخر جندي ميليشياوي. أخي هذه الحكومة يراد لها تفليش من رئيس الوزراء إلى آخر جندي ميليشياوي وبناء دولة شريفة وطنية تخدم العراق والعراقيين من كل الطوائف مثل النظام السابق. يا الله يرجع العراق بعافيته. مال هؤلاء يبنون دولة عراقية وطنية فهذا حلم وهذا وهم. أخي هم كل فترة يتعاركون بيناتهم على المناصب. أخي والله أمريكا وإيران جابوا هؤلاء للسلطة لكي ينزلون قيمة العراق، لأن يزون العراق هو قيمة عالية ويضحكون على الشعب العراقي. ناس لا ذمة ولا ضمير. أخي هم أهم شيء عندهم جيوبهم ومناصبهم.
يقول لك خلي يخدمني العفو يأمرني امريكي ايراني، اهم شيء عندي الراتب الضخم. اخي هؤلاء ادوات المحتل لتخريب البلاد، وهؤلاء حليبهم ليس عربي مو عراقي. نعم. ليس عربي اخي هؤلاء. الو اسمعك. نعم اخي ابو ياسين. اخي هؤلاء اسميهم حراميه الثقافه، سرقوا النفط بالثقافه، الميزانيه سرقوها بالثقافه، والجهه الثانيه الحراميه باسم الدين. الحراميه باسم الدين اولا سرقوا عقول العراقيين من حب العراق الى حب ايران باسم الدين، وفرقوا بين الشعب العراقي باسم الدين، وسرقوا اراضي الزراعيه من الناس الفقراء باسم الدين، وشكلوا مجامع عصابات يقتلون بالناس الاشراف اللي يحب يعني محافظته اللي يحب وطنه. اخي العراق صار للدجاله والعصابات، لا بناء ولا صناعه ولا زراعه. اخي العراق حزين من فارق رجال الاوفياء. نعم. وتتعرفون من رجال الاوفياء. نعم. اخي بس هذول كانوا يبنون العراق، هذول راح يجيبون الفلوس من الكويت ويتقاسمون بيها. هم لو يريدون صدق يبنون العراق كان بنوه، اجوا للعراق على طبقه من ذهب العراق، ميه صافي وناس كانوا لحمه واحده والبنيه التحتيه كامله. يعني فلوس بي خير من الله. اخي هي هاي الزمره مال حراميه. طيب. والله حرامات. نعم. اخي ابو ياسين عذرا للمقاطعه، بالتاكيد اشكرك لكن الوقت ادركنا. فقط اقرا اخر مشاركه وردتني على الواتساب، الاخ ابو حسام النعيمي من بغداد يقول: الحكومه العراقيه والمعممين والسياسيين والبرلمانيين، لو كان عندكم ذره من كرامه تدفنون انفسكم، اهانوكم الدول المانحه. الله يلعنكم ويلعن من افتى وبانتخابكم في الدنيا والآخرة. إذن مشاهدينا الكرام أشكر لكم حسن المتابعة والتواصل، نلتقيكم إن شاء الله في أوقات أخرى. دمتم بخير والسلام عليكم.